سلام. الأخ أنا ما عنديش سؤال، أنا عندي طالب للشيخ قل له يفدي يديه ويداي له 45 مليون جزائري، عندي شهر من بيت قتولي 13 سنة في عمره، خليته مع باباه 600، نطلب من الشيخ ونطلبه يا ربي صبرني على ولدي باسكو مانيش قادرة، راني كل يوم نبكي عليه، عندي زوج وليدات برك، ربي تالي واحد وخلاني واحد. اطلب لي من الشيخ، نطلب من الشيخ يطلب لي يا ربي يصبرني على ولدي ان شاء الله، هذا هو الطالب بتاعي، ما عندي حتى سؤال خويا. نعم ان شاء الله ربي يصبرك ان شاء الله يا ربي، ويلهمك الصبر والسلوان ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي تلقاي الجنة به ان شاء الله يا ربي. ما قدرتش كامل، راهم يقولوا لي تدخلي بها الجنة من بعد ما قدرتش نصبر، وراهم يقولوا لي هاد البكا اللي راكي تبكي عليه راهم يعذب فيه، حبيت نعرف حبيت نعرف إلى صح راني نعذب فيه، وإلى كبدة الأم يا شيخ، كبدة الأم راك عالم وداري بها، راك داري وعالم بها يا شيخ، ما قدرتش نصبر على وليدي، كان هو هي هو كلش هو كلش 13 سنة في عمره، برك هذا ماك، هذا هو لا الطالب حول تاعك ولا خويا، قوة إلا ربي بالله. يجازيك. إن شاء الله يا ربي تلاقي به الجنة إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. شيخنا عندك ما تقول، هاي تسمع فيك. أبقاي والله معايا وش أبقاي معايا والله وش أبقاي نقول معايا. لها؟ نقول لها الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ألا يكفيك أن غدوة يوم القيامة يقول لك الله عز وجل أعمالك كلها في جانب، والآن الشرطي وش حبيتي؟ قولي وش حبيتي؟ ماذا تريدين؟ أقول لك إن الله يعوض عنك في الدنيا، يعوض عنك في الدنيا صبرا. أما البكاء هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان شاد وليده يبكي 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 النبي صلى الله عليه وسلم على وليده. البكاء رحمة يقذفها الله في قلوب الطيبين، اللي قاسي قلبه واللي ما يبكيش، بالعكس هذا حسنة. البكاء اللي صح يعذب به الميت هو اللي وعلاه يا ربي نحب ديته يا ربي وعلاه وانا وجدت، هذا اللي لا يجوز. ولا الندب على الخدود ولا تمزيق الثياب هذا لا يجوز ويتعذب الميت. اما هذا ما يتعذبش، هذا 13 سنة ولا كذا، هذا فلذة كبدها راها محروقة على وليدها، دعاء تدعي له وان الله عز وجل يرفع درجاتها يوم القيامة. الصبري الصبري، قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شفت الشيك المفتوح مسيني وقال اكتب وش حبيت، غدوة يوم القيامة الله عز وجل يقول لك اطلبي وش حبيتي، اطلبي وش حبيتي، انت ولادك اللي معاك اقربائك، هذه تسلية وهذه دنيا، هذه دنيا تخلاص، هذه الدنيا كلنا نروح لهذاك المكان، طال العمر ولا قصر كلنا رايحين، وراحوا اللي كانوا قبلنا اللي كانوا موجودين وإحنا ما كناش موجودين، والروح إحنا كلنا. ولكن نقولها بلي هذا الحرقة هذه المصيبة راح تولي من الماضي، بعد شهر وشهرين وسنة وسنتين تولي من الماضي. لا نعم، ما تقولش كلام، ما تقولش كلام لا يغضب الله عز وجل، هذا مكان. نعم، والمؤمن مبتلى إن شاء الله، ربي يصبرك الأخت لا وإن شاء الله تلاقي لا به الجنة إن شاء الله. ربي يجازيك، بصح بس معليش معذرة معذرة، الثقة كاين ديفا بعض الأحيان، نقول يا ربي وعلاش ديت لي وليدي. إن شاء الله ربي يصبرك وندعو لك إن شاء الله. ان شاء الله ربي يصبرك ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال، بارك الله الله فيك، معك الله شكرا معك لك شيخنا، الله يخليك، شكرا لك.